وينضم إلينا من باريس الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي والباحث السياسي. دكتور، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني هناك الكثير من التطورات، ولكن إلى الآن هناك تحقيقات جارية ولم يصدر أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي، إلا أنه عمل إجرامي تخريبي. إلى الآن كيف تقيم هذا الحادث، وما المقصود به من قبل من قاموا بهذا الحادث التخريبي؟ يعني استهداف قطارات واستهداف شبكة سكك الحديد هي استهداف مصلحة عامة، وهذا يعني أن العمل له صبغة إجرامية قانونية، وبالتالي هذه الصبغة القانونية يجب تحديدها الآن. الجريمة هل ترتقي إلى جريمة إرهابية؟ وهذا من الواضح أنه من الممكن أن توصف بأنها جريمة إرهابية، لأن هذه العملية هي مخططة لها، مدبرة، أرادت أن تشل، أن يقع شل المرفق العام الذي هو نحو المسافرين. هناك 800,000 شخص لم يتمكنوا من السفر بشكل طبيعي، ولكن كذلك نرى أن هذا النوع من الأعمال وقع قبل ذلك من قبل مجموعات من اليسار المتطرف، ولكن هذا اليسار المتطرف يمكن أن تكون له صلة بقوى أخرى سياسية أخرى تريد إفشال احتفال المهرجانات الألعاب الأولمبية. نعم، وهذا الهدف في الأخير فشل، لأن الآن الأمن مستتب، جبت شوارع المدينة اليوم في باريس وكل المنطقة، والأمر قرار مستتب ورجعت الأمور إلى عادتها، ولكن هناك استنفار كبير أمني، وهناك شبكة أمنية كبيرة جدا، والناس يحسون بالأمان، وبالتالي هذه العملية لها أبعاد سياسية. دكتور، يعني قبل ساعات كان الرئيس الفرنسي يؤكد بأن العالم سيشهد ويرى إحدى أروع حفلات الافتتاح للألعاب الأولمبية، ليأتي هذا الحادث قبله بساعات ويعني ويحدث تأخير وأيضا إلغاء لبعض الحركة القطارات، سواء كان ما بين فرنسا من ناحية من باريس وأيضا مع الدول المجاورة، إلى أي مدى سيكون له ارتدادات وانعكاسات ليس فقط على فرنسا ولكن أيضا على الدول الأوروبية المحيطة؟ يعني المسألة هي واضحة، يعني محاولة إفشال هذا المهرجان الذي تحتضنه فرنسا الآن مرتين، والفرق بينهما هي 100 سنة، وبالتالي هذا الحادث بالنسبة لفرنسا هو حادث تاريخي، وتكون لها صورة في العالم، صورة مهمة جدا، تثبت حقيقة الوضع في فرنسا. وبالتالي لما نرى أن هذا الحادث وقع في هذا اليوم، يعني أن العمل مدبر من الذين يريدون إفشال هذا المهرجان الذي هو مهرجان عالمي. لكن فرنسا لها القوة الكافية والاستقرار الكافي لصد هذا. الآن أنا سعرت في قطار كما تسمعون، والقطارات مؤمنة، هناك عدد كبير من المسافرين وفي إطمئنان، وبالتالي المسألة مقيسرة عليها تماما، وهذه الجرائم سوف لم تنجح ولم تنجح إلى حد الآن. هناك تعطيل صحيح، ولكن هذا التعطيل لم يؤثر على سير الحياة الطبيعية ولم يؤثر على المهرجانات التي ستكون متألقة وستعطي للعالم كيف تعيش فرنسا وكيف تنظم هذا المهرجان الكبير الذي هو مهرجان
فيه من حكمة التنظيم وبهجة الناس وشيء رائع في هذا الوقت. إذن دكتور، هل ترى بأنه لن يؤثر على حفل الافتتاح وعلى دورة الألعاب الأولمبية المقامة في فرنسا؟ سوف لن يكون هناك تأثير على تنظيم الألعاب. الألعاب ستسير وهي تسير الآن بشكل طبيعي. يعني شاهدت على مسافة قريبة يعني مثل أمتار تنظيم الألعاب. الألعاب هي ملة وهي رسالة كذلك للعالم، وخاصة للعالم الذي هو يريد نجاح هذا المهرجان، وهي رسالة إيجابية. ولكن هناك رسالة أخرى للذين يريدون تقويض هذا المهرجان، أي أن هذه المحاولات فشلت والألعاب ستنجح وهي بسبب ذات أنها ناجحة. نعم، أشكرك كل الشكر دكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي والباحث السياسي على كل هذه التفاصيل. كنت معنا من باريس.